والله أقول إن شاء الله بإذن الله أن الله يوفقنا حق هالأسبوع. طبعا نحن دائما لما ندش السباقات نطمح حق المركز الأول وحق البطولة. الحمد لله مثل ما تشوف احنا في النقاط متقدمين، يعني 7-6 نقاط، وان شاء الله الله يوفقنا ونحصل السيت اب الصح، وان شاء الله انا وعارف اخوي يد واحده دائما نطمح ان نكون رقم واحد باذن الله ان شاء الله. لا شك اكيد كل الفرق تنظر الى تاخذ البطوله، لان عندك فريق ابو ظبي الاسترالي كلهم متقاربين على بعض، فهالشيء بالعكس يخلي منافسه حلوه والتحدي حلو، ان كل واحد يعني تعرف عليه ضغط، كل حد عليه ضغط، يعني ما اقدر اقول لك ما علينا نحن ضغط او الفريق الثاني، كلهم حاسين بالضغط، لان في النهايه اللي يفوز الاول هو ياخذ البطوله. اكيد في متسابقين متعودين على الفلات، على الفلات كونديشن الفواهر يعني، وفي متسابقين يحبون الموي، طبعا كل واحد وفنه، يعني لازم الواحد المتسابق يجهز زورقه للخواهر وللموي. وفي متسابقين تعرف انت يخافون في الموي، يقولون لا بنكسر الطراد والمحرك او ضغط على المحرك اكثر وعلى الزورق، فهاي يسبب يعني قلق حق المتسابقين، بس يعني كمجمع يعني خواهر ولا موي ما يفرق عنا نحن ان شاء الله. والله الكورس السباق ممتاز جدا، يعني في لفات، في منحنيات حلوه يعني تقريبا 180 درجه، فهذا يعني يطلع مهاره المتسابق بعد، فلازم المتسابق يكون جاهز لكل انواع الضغوطات والكورسات في البحر.